مرحبا معكم على بحلقة جديدة وفيديو جديد من برنامج رأي مش مهم. يا جماعة فيديو على غفلة وتراك لبابله على غفلة زي ما انتم شايفين. قسما بالله كنت رايح انام قسما بالله، بس شفت الاغنية نزلت، شفت التراك نزل، حكيت بصور بروح بنام. فخلينا نسمع بدون مقدمات بدون اي شيء، بس شكرا لكل حدا حضر الفيديو اللي نزل. وبصراحة ما توقعتش اجيب 20 فيو بما اني اللي قاطع 9 اشهر، 1800 مشاهدة كتير كويسات. مبدئيا بما انه رجعت جديد، كمان بحب تدعموني دايما، تعملوا لايك، تعملوا كومنت، وتنسوش تعملوا فولو للانستغرام تبعي لانه اكاونت القديم سكر. كمان شغلة، بتخيل انا اسرع حدا بيعمل رياكشن على اليوتيوب. وخلينا نسمع الاغنية. سماعة خلص، سبحان الله سبحان الله، شحن السماعة خلص. حاسس بنفسي كينج انا كونج، طاير فوق السين زي الدروم، برجعهم مكانهم زي الراكور زي الراكور زي الراكور. نزيه وقارح بحر انا مالح، ماليش في الشعوذة بس في الرباتة. اسمعوا صراحة مبين فيه نكش صراحة، لاني مش كتير بسمع تراكات بتنزل للسين المصري، بسمع كمان حدا بحبهم تقريبا، فبحب تكتبوا لي بالكومنتات. هذا واحد، والبيت كتير جامد، هادي معمر كتير جامد، حدا يعني عن جد من الناس اللي بيشتغلوا ومن الناس اللي عن جد بيعملوا بيت كتير كتير بتخليك مستمتع وانت عم تسمع. انا جارح بصطاد الارانب او بط المبالغ، انت خاله ميلي ده تريك فوق قلبه ماتكو عقرف التبتيفه بس امي بدل. يا زميلي ده تراكي فك ألبومك، مين نزل ألبوم آخر فترة؟ مروان موسى. خلينا نسمع. عيد قد ما بتقارن عمري مش راح أكون شبهكم. يعني حرفيا بابلو الوحيد اللي ملوش مثيل حرفيا يعني. بقالي حبة هم بالمحتاجة فليكس داون فيمنج جاس واتصرفت علي عمت وقت الحتان عشان اصطاد القرش ده اللي كان نفسي فيه كان نفسي فيه. تخيل هاد ما بعرفش ليه اللي بغني مش بابلو اللي بنعرفه، هاي شخصية داما. اوكي فصلت السماعة كمان مرة، يا الله. مين ملاحظ انه في فلوات جديده؟ انا صراحه اول مره بسمع بابلو بغني بهاي الطريقه. ميلي فك الانمي حدش فيهم قبل دي ايه، انا جاي لكم بالطوفان مش هتهرب من العقاب، شقك من بقك للطحان. نكش والله العظيم، نكش يا اخوان يا اخوان، نكش والله العظيم. بتحكي ليش لا؟ اسمعوا. ولاو بابلو جديد، يعني حرفيا في حدا جديد، حرفيا في حدا جديد عم بغني. الله يلعن ابو السماعة. خلاص خلينا نسجل صورة الحلقة ونروح ننام. يلا خلصنا اليوم يا اخوان. مش عارف، خلاص بحياة الله نصور. ده اللي كان نفسي فيه احنا جايين نسيب اثار. مش عارف، سماعة مشكلة اقسم بالله يا اخوان، مش عارف شو اسوي. طب ممكن نسمع، ممكن نسمع. نور اول وشار عظيمة صخر القلب صار في الشتيمة كله دار، بكلم السي اي او يعني بكلم نفسي مونا نظر بكلم. او ماي جاد هذا البار حلو. عظيمة صخر القلب صار هاد في الشتيمة كله دار، بكلم في الشتيمة كله ضرب سي اي او يعني بكلم نفسي مونا نظر ليفل، عايز الام زي الاتش تبقى تريبل، فرق كبير ما بيننا كلام انا بكتبه انتوا بتزيفوا عشان كده هتخيشوا، والجمهور غلابة ومش بيدركوا، حضرت الجن وزي الكاش بصرفوا. ولاو الليركس يا اخوان ولاو موجود بس زي قلته شوت ذا فك اب الليت. مان اللي عامل البيت مجنون، اللي عامل البيت مجنون.
حاسس اني سامع اشي هيك لفرنش مونتانا مش عارف ليه. البيت كتير جامد. ولا واسمع هاي صدمة اقسم بالله. صراحة مش هعلق على تراك كتير لانه اول مرة بسمعه. حاب اسمع كمان اكتر من مرة واقرأ الليركس كمان لانه تراك ملوش هاي 6 دقايق بالضبط يا جماعة. شايفين تفكروني سمعت الاغنية من قبل؟ لا 6 دقايق الها نازل تراك وما ركزتش كتير بالبرات بتخلي لازم اسمعه اكتر من مرة. بس هاي الحلقة كانت هيك سريعة لانه لازم انزل فيديوهات كتير. الي قاطع 9 اشهر المفروض انزل 900 فيديو. بدناش نطول بالحلقة. شكرا لكل اللي بيحضر. ادعموني بكومنت كومنت 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 كتير مهم واللايك كتير مهم. تنسوش تعملوا لي فولو على الانستغرام. اقترحوا لي اغاني اعمل عليها رياكشن واعطوني شوي بس هيك ارجع اتاقلم لاني شوي متوتر كل ما اصور. بابلو جامد وهادي جامد. نشوفكم بحلقة جديدة من برنامج رأي مش مهم. بيس.